نشرت، احاول اجيبها لحضراتكم لو لقيتها، لان الناس اشادت قوي قوي ب اهي بتاعت صفحه الله ينور عليكم، جيف مي سبورت الانجليزيه على فيسبوك عن عمرو السوليه. قالت لك ايه؟ لم نكن نعرف ان دي ماريا يلعب في الدوري المصري. عمرو السوليه لاعب الاهلي قام بصناعه هدف من افضل الاسيستات التي يمكن ان تراها امام الزمالك. يعني طبعا اسيست وهمي وهمي يا ابني، الكواليتي ده ايه الجوده دي؟ ما شاء الله عليك يا سليه، ما شاء الله عليك يا سليه. دي ايضا من الامور المهمه. عايز اعرض ترتيب جدول الدوري، لان جدول الدوري ايضا مهم، والاهلي بادي بدايه ممتازه ممتازه ومناسبه، ممتازه ومناسبه جدا لموسم الهدف منه ان انت ترجع كل حاجه في مكانها، انك تجيب بطوله الدوري وترجعها في ظل منافسه كبيره قوي. بالمناسبه بمناسبه المنافسه الكبيره بصراحه، طب اتكلم على الدوري الاول اهو، الاهلي او الجدول الاول. الاهلي الاول برصيد 9 نقاط، احرز 10 اهداف، استقبل 3 من غير ولا خساره ولا تعادل. البيراميدز المركز الثاني ب 9 نقاط، وغزل المحله في المركز الثالث عاملين انطلاقه كويسه 7 نقاط، والبنك الاهلي في المركز الرابع ب6 نقاط، والزمالك في المركز الخامس بكام نقطه؟ ب6 نقاط. فدي او ده ترتيب الجدول يعني بعد الانتهاء. وبالمناسبه الحته اللي كنت عايز اتكلم فيها، ان حلاوه المنافسه بتدي فرحه اكبر. يعني هقول لحضراتكم على مثال، احنا زمان لما كنا بنتفرج على جيل ابو تريكا ومتعب وبركات وكلام من ده، فكان معانا جيل عظيم قوي. فبصراحه يعني والزملكاويه قبل الاهلاويه بيقولوا كده، كان الماتش بيبتدي اهلي وزمالك عارفين النتيجه بتاعته، عارفين النتيجه. سيبك بقى من حد يقول لك لا النتيجه مش مضمونه، لا في التوقيت ده كان النتيجه مضمونه. هو كان النقطه هتكسب كام؟ مع كامل الاحترام يعني، بس الزمالك كان عنده قائمه ضعيفه يعني. لكن دلوقتي الميزه، ودي حاجه تحسب لنادي الزمالك، ان بقى في منافسه وفي قائمه كبيره وقويه عند نادي الزمالك. فلما بتكسب في منافسه قويه فالفرحه بتبقى احلى، الفرحه بتبقى احلى. الواحد بيبقى قاعد على اعصابه، ما كناش بنقعد على اعصابنا قبل كده، بس دلوقتي بتقعد على اعصابك بس بتفرح اكتر. فدي حاجه مهمه جدا. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتكلم على بعض الامور الاخرى الهامه جدا، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بقائمه منتخبنا الوطني، لان ده امر مهم قوي 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 في بعض التعليقات المهمه على الجزئيه دي. يلا بينا.